أستاذ علم الحاسوب في جامعة بيرزيت دكتور مصطفى جرار ضيفنا هلأ في ويحلى السهر الحاصل على منحة جوجل للبحث العلمي. يسعد مساك ومبروك فوزك بمنحة شركة جوجل العالمية للبحث العلمي دكتور مصطفى. شكرا نديم، مساء الخير وإلك ولجميع المستمعين سواء كانوا خارج الوطن أو داخل الوطن، شكرا كثير. طبعا دكتور مصطفى، هاي المنافسة عالمية، هي مش فقط في الوطن العربي، فاحكي لنا أكثر عن مشروعك. هي نعم هي منافسة، يعني لم يكن شيء مخصص لفلسطين أو للوطن العربي أو هي هذه جائزة من شركة جوجل تخصص لبعض الأساتذة في الجامعات حول العالم ومش مرتبطة في مكان أو في دولة معينة. طبعا بتكون ذات علاقة ب يعني لغات، يعني معالجة اللغات الطبيعية، وتم يعني منحنا هذه الجائزة على بعض الأعمال اللي بنكون فيها في الجامعة، اللي كان أحدها اللي هو حوسبة ورقمنة يعني عدد كبير من المعادن العربية. فيعني كانت منحة هي صراحة غير مشروطة، يعني كانت جائزة غير مشروطة من شركة جوجل يعني للمواصلة العمل اللي بنكون فيه في الجامعة. في الجلسات اللي كنتوا تعقدوها مع العلماء في الخارج، هل كانت اللغة العربية مختفية تماما؟ يعني المشكلة في اللغة العربية، نعم صحيح، لأنه معظم لغات العالم يعني هناك يعني تم حوسبتها إنجاز التعبير، بحيث أنه معظم التطبيقات الحاسوبية يعني بتدعم كثير من اللغات حول العالم، حتى اللغات يعني اللي متحدثينها بيكونوا قلال جدا، بينما اللغة العربية في الواقع هي يعني تكاد تكون مختفية عن الساحة إلى حد معين. لا يوجد مصادر لغوية متاحة للمطورين البرمجيات، ولا يوجد محتوى عربي، ولا يوجد معاجم عربية موجودة على الإنترنت بشكل لائق بليك في اللغة العربية. فهناك يعني ضعف كبير في الأبحاث المتعلقة في اللغة العربية، خاصة في علم الحاسوب. وزي ما بنعرف إحنا إنه يعني هو علوم الحاسوب الآن يعني تغزو كل شيء في حياتنا، يعني موضوع مش بس برمجي إنجاز التعبير، هناك تطبيقات تقدم العديد من الخدمات مثل الترجمة والتدقيق الإملائي ومحركات البحث وتحويل النصوص إلى صوت وتحويل الصوت إلى نصوص وتحويل الصور إلى نصوص والملخصات الآلية وغير ذلك من التطبيقات اللي بنستعملها بحياتنا اليومية. بشكل كبير يعني هناك ضعف نعم كبير جدا في دعم اللغة العربية، وهذا يعني على مستوى الأبحاث العلمية وعلى مستوى بصراحة صناعة البرمجيات. وقديش بتحرصوا كقسم علم الحاسوب بجامعة بيرزيت على خدمة اللغة العربية؟ يعني احنا في جامعة بيرزيت يعني بكل فخر بقول انه يعني لدي زملاء عديدين بيقوموا ب يعني هذا النوع من الابحاث الذي يخدم اللغة العربية بين شتى النواحي، يعني من النواحي سواء كانت من النواحي الفلسفية للنواحي الحاسوبية، انا بقول من جميع النواحي. هناك العديد من المشاريع لدينا في الجامعة ذات علاقة في هذا الموضوع. أنا شخصيا يعني لدي ليس فقط بالمناسبة يعني مشاريع حوسبة المعاجم، بل مشاريع أخرى عديدة ذات علاقة بحوسبة اللغة، مثل محركات البحث متعددة اللغات، مثل الأنطولوجيا العربية، مثل مدونة اللهجة العامية، والعديد من المشاريع والأبحاث ذات العلاقة. ودكتور مصطفى، بصراحة يعني هل في خطر على اللغة العربية؟ هذا طبعا يعني سؤال يدور في ذهن جميع العرب تقريبا، أو على الأقل المهتمين في السنوات الأخيرة، إنه هل فعلا اللغة العربية في خطر؟ يعني ما هو الخطر؟ أنا يعني وما يعني ما هو طبيعة هذا الخطر؟ أنا بصراحة لا أتفق مع معظم المتخوفين من عدة نواحي. لا يوجد خطر بالمعنى أن اللغة ستختفي. في هناك بعض الإشكاليات، في هناك بعض الإشكاليات طبعا المزعجة، أنه العديد من الناس بيكتبوا في مثلا أشياء زي العربيزي بيكتبوا الكلام.
الإعلام العربي بالإنجليزي وإلى آخره. في هناك يعني حتى لما الناس بتحكي بتخلط يعني كلمات ومصطلحات يعني من اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وإلى آخره. أنا لست خائفا، اللغة لا يوجد لغة في الدنيا تختفي بالمعنى اللي الناس بتتوقعه. أنا ما أتوقع أنا بخصوص اللغة العربية إنه وما أدعو إليه بالمناسبة، إنه هنا يجب تسهيل قواعد اللغة العربية، يجب تسهيل يعني هناك في وكأنه ناس مختصين باللغة العربية وكأنهم يعني بيقوموا الدور السدري للحفاظ على يعني على حتى أي تغيير أو شيء على اللغة العربية، وهذا غير مقبول. هذا أصلا ينافي طبيعة تطور أي لغة. اللغة تتطور بشكل طبيعي، لم تنشأ اللغة العربية أصلا في يعني اجتمعوا ناس وكرروا لغة عربية، هي تطورت بشكل طبيعي، وبالتالي يجب أن تبقى تنمو وتتطور ويدخل عليها وتعطي وإلى آخره. فلا أعتقد وجود خطر. ما نحتاج إليه الآن هو حتى الناس تقدر تستعمل اللغة العربية بشكل أسلم وأسلس. هناك يعني أدعو إلى تسهيل بعض القواعد والتسامح مع بعض الأشياء في قواعد اللغة العربية، كما أدعو يعني هذا من جانب، كما أدعو بالجانب الثاني إنه يجب خدمة اللغة العربية بإثراء معاجمها وبإثراء محتواها وبإثراء يعني هذه الجوانب جميعا. ودكتور مصطفى، بتحب توجه نداء لحد يتبرع للبحث العلمي، وشو بالنسبة لمشاركة علماء آخرين كمان؟ يعني هو يعني بصراحة يعني شكرا على هذه السؤال. نعم، نحن في جامعة بيرزيت يعني كجامعة فلسطينية تحت الاحتلال مواردنا يعني قليلة جدا جدا جدا، وبدون تبرعات بعض الميسورين وبعض أصحاب الخير ومحبين العلم تحديدا ومحبين البحث العلمي، يعني لن نتمكن من إجراء أي شيء. إحنا لا يعني لا نتلقى أي دعم من أي حدا، ولا أحد يدعم عمليا البحث العلمي، حتى الدعم الخارجي يأتي من أجل التطوير وليس من البحث العلمي، ولن تكون لنا قائمة بدون بحث علمي. وبالتالي أنا أدعو الجميع يعني أن يعني يتبرع لصالح هذا المشروع اللي هو حوسبة المعاجم العربية، سواء كان تبرع مالي مباشر أو المشاركة في دفع بعض رواتب الموظفين أو الخريجين الجدد، حتى نشغلهم وندربهم لشهر أو لو بضعة أشهر لحتى يساعدونا في حوسبة بعض المعاجم. ونوعد يعني أنا متبرع بوقتي لإدارة مثل هذه الأعمال، وسنكون كذلك يعني بنشر لائحة يعني المتبرعين والداعمين لهذا المشروع، يعني إن شاء الله يعني نعول خيرا على مجتمعنا الفلسطيني، يعني بالرغم من أننا تحت الاحتلال ولكن الشعب معطاء جدا، وأنا هناك ناس كتير يحبوا العلم، والشعب الفلسطيني تحديدا يعني من أشهر شعوب العالم حبا للعلم. فيعني ندعو الجميع أن يتبرع لصالح يعني رقمنة وحوسبة المعاجم العربية. وبعد حصولك على منحة جوجل للبحث العلمي، لمين بتوجه كلمة شكر عبر برنامجنا اليوم؟ أولا الشكر لي يعني فريق العمل الذي يعمل معي، يعني لا أستطيع أن أسميهم اسما، ولكن يعني هذا يعني الشكر لإلهم أول شيء، لأنهم بدون ولائهم وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل يعني ما كنا ممكن يعني نقدم أي شيء. وبالتالي وأنا باسمي كذلك وباسم جامعة بيرزيت الحقيقة بتقدم بالشكر لشركة جوجل يعني على هذه المنحة، وبود أشكر بعض الزملاء والأصدقاء اللي كانوا داعمين لهذا العمل، وبخص بالاسم يعني صديقين، صديق الدكتور فائق عويس وصديق الدكتور محمد عطية، وكلاهما من شركة جوجل بالمناسبة، بعتز بهم وجميعنا نعتز بهم ونعتز بإنجازاتهم. ويعني وكما أشكر جميع الداعمين للبحث العلمي سواء كانوا من جامعة بيرزيت أو خارج جامعة بيرزيت، يعني الناس الذين يعني يسهلوا علينا العمل يعني. وإحنا أكيد كفلسطينيين بنعتز فيك، وكل التحية لك دكتور مصطفى جرار الحاصل على منحة جوجل للبحث العلمي، وإلى الأمام بنحكي لك وتصبح على خير دكتور مصطفى.